الهدف من هذا الائتلاف أن يتم تضافر الجهود ووضع خطة مشتركة للتصدي للحالة التي باتت تهدد قطاعات كثيرة فلسطينيا على أوسع مجالاتها، أهمها القطاع الزراعي الذي يتعرض لكارثة جراء التغير المناخي الذي يتسبب به الاحتلال والذي تتسبب به الظواهر الطبيعية، لكن الاحتلال لاعب أساسي فيما يحصل الآن. مكافحة التغيرات المناخية من منطلق نظري أولا أن الكوكب برمته والأرض برمتها وما عليها من موارد وبشرية تتعرض للمخاطر الجمة نتاج هذه التغيرات التي هي نتاج السياسي النيوليبرالية الرأسمالية العالمية. فضح الممارسات الإسرائيلية التي تعمل على هدم البيئة الفلسطينية ارتباطا بعدم وجود سيطرة فلسطينية على معظم الأراضي الفلسطينية. نحن نعلم أن هناك 62% من الأراضي هي مناطق سي، وبالتالي إسرائيل تعبث بها بيئيا من خلال إقامة مكبات نفايات عشوائية في هذه المناطق.